وللحديث عن الذكرى الثالثة لثورة تشرين ودلالات خروج تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات، ينضم إلينا عبر الهاتف عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبل. أهلا بك دكتور يحيى. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. حياكم الله دكتور يحيى. يعني هتافات في البصرة وبغداد والعديد من المحافظات ضد إيران، ما الذي تعنيه هذه الرسائل التي أطلقها متظاهرو تشرين في الذكرى الثالثة لانطلاق التظاهرات؟ هذه الأصوات المتعالية وهذه الجموع المنتفضة تؤكد للعالم خطأ الولايات المتحدة الأمريكية المحتلة التي قدمت العراق لإيران للسيطرة على قطاعاته وعلى مفاصل دولته ومحاولة تدمير كل ما موجود في العراق، مما أدى إلى فشل في كل قطاعات الدولة من حيث التعليم والصحة والتجارة والصناعة، إضافة إلى تدمير حتى مؤسسات النفط التي كان يستخدمها المواطن العراقي، وكل ذلك لصالح إيران التي ترفض حتى إعادة الكهرباء. لذلك أحس هؤلاء الشباب، وبعد أن عرف الشعب العراقي جميعا بما تقوم به إيران من عمل فوضوي وعمل يدل على إنها العدو للشعب العراقي وليست الجارة التي يمكن أن تقف مع الشعب العراقي في محنته، وإن كل شعاراتها ضد ما يسمى الشيطان الأكبر إنما هي شعارات كاذبة، فهي تختلف معه في موقف وتؤيده في مواقف أخرى من أجل نشر مشروعها القومي الفارسي المغلف بالدين. لذلك أول من اكتشف هذا العمل هم أبناء إخوتنا من الطائفة الشيعية، الذي طالما تاجرت بهذه الشعارات إيران الكاذبة التي تسعى لتحقيق أحلامها بتدمير العراق والسيطرة على موارده وإفقار شعبه والقضاء على أي حالة تؤدي إلى نهضته. نعم. لذلك جاءت هذه الشعارات اليوم لتؤكد للعالم أن الشعب العراقي يرفض الاحتلالين الأمريكي والإيراني الذين عملا سوية من أجل تدمير العراق ومن أجل تسليط هذه الزمر الفاسدة، العصابات التي جاءوا بها من الشوارع تحت مسميات أحزاب وبديمقراطية كاذبة لا وجود لها مطلقا، سوى أنها وضعوا صناديق بوضع أوراق مزورة من أجل أن يتسلط هؤلاء الفاسدون المارقون للسيطرة على مقدرات الشعب العراقي، ورهن قراره السيادي والسياسي بيد جارة السوء إيران. نعم دكتور يحيى، يعني عدم اقتصار الحراك الشعبي في العراق على شريحة الشباب والخريجين وتوسعه ليشمل فئات أخرى، إلى أي مدى يؤكد عمق التغيير الذي أحدثته ثورة تشرين؟ ثورة تشرين كانت هو دق ناقوس الخطر لكل العراقيين بكل أعمارهم بكل طبقاتهم بكل شرائحهم، بأن هناك كان قبل عندما كانت اعتصامات وتظاهرات في المناطق الغربية كانت الأمريكان والإيرانيين يعتبرون ذلك بأنها كانت تريد العودة بالعراق إلى حقبة حكم سابقة، ولكن عندما أحس العراقيون بأن هذه الجماهير الغاضبة قد خرجت من أجل حقوقها ومن أجل كرامتها، وبعد إن خسروا حتى وطنهم رفعوا شعار نريد الوطن ونريد إعادة حقوق الوطن، لذلك نهض الشعب العراقي بكل طبقاته مؤيدا للشباب الذين انطلقوا في المرحلة الأولى وما زالوا يجددون هذه الانطلاقة، بل سوف تستمر هذه لحين إزالة هذه الوجوه البائسة الفاسدة التي أهلكت الحرث والنسل والتي لا نسمع منها سوى الوعود الكاذبة والفارغة، والتي عملت على تدمير العراق وعلى إفقار شعبه وجعلت من العوائل العراقية الكريمة التي كانت عزيزة في وطنها أن تذهب إلى مكبات القمامة من أجل أن تسد رمق أطفالها
من الخبز أو من العيش الكريم، هكذا أوصلوا العراق الذي كانت ميزانيته كل عام تعادل ميزانية 7 دول من جواره، ولكن اليوم هذه الأموال تذهب إلى جيوب هؤلاء الفاسدين اللصوص وإلى إيران من أجل أن تدعم مشاريعها الصاروخية والنووية، ومن أجل أن تدعم أذرعها المسلحة التي تنشر القتل والإرهاب والإجرام في الدول العربية والإسلامية المجاورة. دكتور يحيى، يعني بالتطرق إلى مؤتمركم في الميثاق الوطني العراقي الذي عقد اليوم في اسطنبول، لماذا قررتم عقده بتزامن مع ذكرى انطلاقة ثورة تشرين، وكيف تنظرون بشكل عام كقوى وطنية إلى هذا الحراك؟ هو عقد في هذا اليوم الذي انطلقت فيه ثورة تشرين قبل 3 أعوام، وكان هذا متزامنا مع ما تطلقه الجماهير العراقية منذ قبل 3 سنوات من محاولة لتخليص العراق وإنقاذه. وإن الميثاق الوطني يجمع كل نخب الشعب العراقي بكافة مسمياتهم سواء القومية أو الدينية أو المذهبية، لذلك فإن الميثاق الوطني العراقي هو المعبر الحقيقي عن الجهات التي وقعت على الميثاق والتي تدعم الميثاق، وهناك جهات أخرى كثيرة تقف إلى جانب الميثاق في دعواته من أجل أن يعود العراق كريما عزيزا لأبنائه، وأن يحظى العراقيون بكرامتهم في ظل قانون عادل وفي ظل نظام سياسي يشهد له الجوار بأنه نظام سياسي يسعى لرفعة العراق ومن أجل بناء العراق، وليس نظاما سياسيا إرهابيا تابعا لمجموعة من شذاذ الآفاق الذين يريدون أن يجعلون منه منطلقا لأعمال تخريبية ولنشر المخدرات ونشر الآفات الأخرى والسموم بوجه المجتمعات المحيطة بالعراق. إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى سنبل، شكرا جزيلا لك.